بأن أقدم نقش وجد في التاريخ الإسلامي وجد في منطقة اسمها صدريد بالقرب من النماص، طبعا تنطق صدريد وليس صدريد. السلام عليكم ورحمة الله. الجهوة هذه منطقة تقع في جنوب المملكة العربية السعودية بالقرب من النماص، وقد اندثرت تماما أو نساها التاريخ، ولكن النقوش عادت لها مكانتها، لها علاقة كبيرة بالصحابة، فقد وجدوا نقوش تعود إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، وغيره من العلماء والأفاضل وكبار العلماء في الحديث، ووجدوا مدارس أخرى. ظهر الدكتور علي محمد العواجي وقد أجرى بحوث حول هذه المنطقة، فوجد أمر عجيب، ووجد نقوش تدل على أنها كان في تلك المنطقة حضارة كبيرة، يعني استغرب من عدم ذكرها في عند العلماء. أحد الصحابة خرج من تلك المنطقة من الجهوة وقد اختلف في اسمه. انتقلنا إلى تلك المنطقة وصورتها لكم على الطبيعة وذكرت لكم بعض الدراسات. عملت عدة دراسات تتعلق بالنقوش في تلك المنطقة، منها دراسة الدكتور علي محمد العواجي وهي تتكلم عن الجهوة، آثارها ونقوشها الإسلامية. دعونا ننتقل لذلك الموقع ونتعرف على فضائل رجال الحجر التي أثبتتها النقوش وأغفلها التاريخ. كونوا معنا في رحلة لفضائل رجال الحجر والصحابة من ذلك المكان وكيف نشروا العلم. حقيقة تفاجأت عندما بحثت عن فضائلهم وهم رجال من ذهب. من رجال الحجر رجل كان يسمى ابن الكرماني، وهذا روى عنه البخاري والإمام أحمد، ويقول عنه الإمام أحمد هذا رجل ثقة صدوق، وكان يعد في القتال بـ20. يقول ابن معين كان رجلا شجاعا لا يبالي بلقاء 20 رجل، يعني في الحروب والمعارك عندما يعدون كل رجل برجل فإن ابن الكرماني يطلعون 20، يحسبون 20 رجل من شجاعته وقوته في المعارك. في قراءة القرآن تسمعون رواية حفص عن عاصم وهي أحد القراءات الـ10. هذا حفص من هو؟ هو حفص ابن عمر الشهري، يرجع في بني شهر. كيف عرفوا؟ وجدوا نقش مكتوب في منطقة اسمها الجهوة، هذه الجهوة تقع بالقرب من النماص، بنروح إن شاء الله نغطيها الآن. بالنسبة لابن ماجه العالم الكبير الجليل، هذا اسمه ابن ماجه ربعي شهري من بني شهر، ووجدوا نقش مكتوب في الجهوة. الجهوة هذه ولاية كانت كبيرة جدا وانتشر منها علماء كثير. بننتقل الآن ونصورها إن شاء الله. الآن احنا متجهين إلى ولاية الجهوة، وهي أحد الولايات الضخمة التي كانت في هذه المنطقة قريبة من المركز الرئيسي لمدينة النماص. يعني يقولون أنها أكثر من 6000 سنة كانت هذه المدينة وعاش فيها الغساسنة. أدور الجهوة، فين الجهوة؟ الجهوة الجهوة بعيدة وراك الجهوة، وراك الجهوة وين؟ تمسك، أقول لك تمسك الخط هذا، أيوة، لين يجيك آخر ثم تطلع من عند ألف ويش، تروح تدور لها فوق جهة آل الظهارة. آل الظهارة ها؟ الجهوة بالله هنا في بريبك عند سد بريبك. شفت إشارة الملك سلمان ولا لا؟ أيوة أي واحد أطلع فيه بقول أور الجهوة على طول، أور لك إياها قدام شارع الملك سلمان. شارع الملك سلمان شبه اللي يجيك بعد شبه الجديد بعد المدرسة. أيوة عين الجديد جديد، تأخذ يسارك وين بتاع اشوف الناس يمشون. اي عين بيشرون لك عليها في الجبل. الله يجزاكم خير. تدري عمرها تدري انها 6000 سنه هذه الجهوه؟ اي بروح اشوفها. التاريخ مذكور. ايوه الله يحفظك، حياك الله. هذا الهائل جزاه الله خير، قال بيوصلني امشي وراي بس قال لازم عشاء. والله مرتبطين يا صاحبي. هذه منطقه ولايه الجهوه، طبعا امتدادها كبير ولكن مع التقدم العمراني انحسرت وطلع على النماص. طبعا في هذه المنطقة
اللي هنا القهوة كان فيها 3 مدارس، في مدرسة الحديث ومدرسة للفلك ومدرسة للطب، كانوا من هنا يتخرجون ويذهبون إلى جميع بقاع الدنيا. طبعا هذه البنايات القديمة وهذه الأبواب اللي كانوا يدخلون معها. طبعا في أحد الصحابة خرج من هنا وروى حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجهوة وهذه أبنيتها القديمة، كثير من النقوشات وجدوها في هذا المكان. هنا في الجهوة وهي بالقرب من مدينة النماص، خرج أحد الصحابة وقد اختلف في اسمه، ولكنه اشتهر باسم أبو فاطمة. اختلف في اسمه، فبعض العلماء قالوا اسمه أنيس وبعض العلماء قال اسمه إياس، والصحيح وما ذكره ابن ماجه أنه إياس أبو فاطمة إياس، وابن ماجه يرجع لرجال حجر، وأيضا الصحابي الجليل أبو فاطمة يرجع لرجال حجر، فأخذوا برأي ابن ماجه. أيضا وجدوا نقش هنا في المنطقة هنا في الجهوة لابنه عبد الله، ومكتوب في هذا النقش أن اسمه هو اسم الابن عبد الله بن إياس المشهور بأبي فاطمة. طبعا هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لإياس: أكثر بعدي السجود، فإنه ما من أحد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. أما الحديث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإياس: أيحب أحدكم أن يصح فلا يسقم؟ طبعا الحديث طويل إلى آخره، ولكن هذا الصحابي الجليل ماذا صنع بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكثر من السجود بعدي؟ شارك في معركة ذات الصواري وجاهد في سبيل الله حتى قتل، فلما كشفوا عن ركبتيه وعن جبهته وجدوها قد اسودت من كثرة السجود رضي الله عنه. وكيف عرفوا أنه من رجال الحجر؟ لأنهم وجدوا أحد النقوش مكتوبة هنا بخط ابنه وهو راوي الحديث عن أبيه. كانت هنا في الجهوة مدرسة للحديث مشهورة جدا، وكان فيها 3 أنواع من الطلاب، فمن الطلاب ناس درسوا حتى استكملوا العلم هنا ثم خرجوا ليبحثوا العلم في المدن الأخرى في البصرة وبغداد وغيرها من المدن، ومنهم حفص ابن عمر الشهري وابن ماجه الشهري، هذول كانوا هنا في المنطقة ثم خرجوا إلى استكمال العلم، ومنهم علماء كانوا يأتون ليدرسوا في هذه المنطقة، وذكر منهم عطاء بن أبي رباح وكذلك عبد الله بن عمر، فقد وجدت بعض النقوش بأسمائهم في هذه المنطقة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يتحرى عندما يأتي أهل السراة ويصلوا في الحج، فكانوا عندما يصلون ويبدون في الطواف كان يتعمد ويدخل معهم في الطواف حتى تناله بركة دعائهم، لأنهم كانوا علماء أفذاذ وكانت عندهم عبارات رقيقة وكانت قلوبهم رقيقة وكلماتهم تقشعر منها الأبدان. أما الصنف الثالث من العلماء في هذه المنطقة فقد تحولت بعض الأسر إلى جامعات، فبعضهم برع في الخط وبعضهم برع في الفلك وبعضهم برع في الطب، فأصبحوا يعرفون في هذه المنطقة. كل أسرة تعرف بعلم معين وفضل معين، يبدأ الأب يعلم الأبناء حتى يبرعوا فيه وهكذا. بعض الكتابات وجدت في مصر لعلماء وكان يكتب في آخر اسمه الحجري، فيظنون أنه من الحجاز فيكتبون ربما أخطأ الراوي ولكنهم من الحجاز، ولكن بعد البحوث والنقوش التي وجدت هنا وجدت أن أسماءهم موجودة هنا، ثم خرجوا لتعليم العلم في مصر والمغرب العربي. طبعا هذا الشخص لم يكونوا يتنقلوا عليه في طلب العلم أكيد. الآن متجهين لمسجد صدريد القديم، وهذا المسجد موجود في نقش كتب عام 170 هجري. طبعا هو موجود داخل المسجد مكتوب ومعلق هناك، بنشوف إن شاء الله. هذا هو المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا طبعا قديم جدا، هذه صلاة يعني
حجر، أعتقد أنها هذه. هذا هو الباب ومصنع من الخشب. بسم الله. بهذا الشكل كانت تبنى المساجد قديما في عهد التابعين والصحابة، والمحراب يكون بهذا الشكل. طبعا هذا مسجد قديم، والحجر الأثري يبين لك زمن الكتابة. هذا هو الحجر، طبعا قرأه بعض الدكاترة من جامعة الملك سعود، وهو بهذا الشكل. شوف هنا، ما كانت تكتب أرقام، كانت تكتب كتابة السنوات والأشهر.